البارح اخويا كنا ناعسين كيف العاده، تفاجئنا بان الصداع وداك الشيء نوضوني مال الدار قال لك نوض راه الصداع وداك الشيء. قلت لها حيد هذا السيكتور عندنا دائما فيه الصداع والمشاكل وداك الشيء. قالت لي نوض راه روح طايحه. انا نط لبست البيل ديالي، لبست صندالتي، هبط سورت هبط، كنلقيت الجاره اللي مشاركه معادي. قلت لها مالك اش كاين؟ قالت لي راه الصقع راه ذبح حمو حيد لها راسها. قلت لي اش كتقولي؟ قالت لي والله الغوت والصداع طاف من هنا شويه، بقينا كندورو كنقلبو هكا شويه وحنا نتابعو الاثار ديال الدم من حدا الدار ديالنا، الدار ديال الشريك، واحد الشركه يلا كتبنا، لقينا الحيط مطشطش بالدم. يعني هو ضرب الراس لاحو بالشعر وبحال نقاطي ديال الدم بقاو مطراسين. رجعنا دخلنا من الباب ديال الشركه، بقينا كنقلبو شويه، واحد من الامن قال لنا كاين تخرشيش هنايا. قلبنا وداك الشيء الشوك التراب كلشي ما لقينا حتى شي حاجه. رجعنا اون فاس الحيط اللي كان مرشوش مع الدم وداك الشيء، حتى كنتفاجئوا بالراس بالزيف ديالو مليوع على التراب. حد وجا الخليفه ديال القايد غطاب واحد الخنشاق صافي، وبقاو السلطات وداك الشيء واقفين عليه باش حتى واحد ما يقرر. والبارح يعني الساكنه راه عاشت واحد الرعب، فهمتي، واحد الفاجعه. ما عمرنا كنا منتظرين هذيك السيده غادا تموت هذيك الموته، لان هذيك السيده اول حاجه من اطيب خلق الله، كتخدم بعرق كتافه وكتقاتل على وليداتها، وهذا اللي حيد لها راسها راه 10 سنين وهي كتقاتل معاه، كدير ليه القفه للحبس، ترونسفيرات كل مره فين عين علي مومان سطات هذه في قنيطره، وحشومه اجازه بهذيك القتله، دار لها قتله باش يفصل لها الراس على الكنازه ديالها ولاحو حشوم. هو انا هو جارنا كنت كنشوفو انا معايا الله سكنو، سكننا تقريبا شي 8 سنين، كنخرج هو بشي 5 سنين، دائما كيغوت كيعاير، ما كيلبس شويه ممسخ وداك الشيء مربي اللحيه، كيبقى يتعاير مع مو لدرجه واحد النهار شاد الجرده حرقها انفاس معاه، فهمتي، يعني في واحد الحاله هيستيريه. وكان دائما كيقول والله حتى غيجي واحد النهار اللي غادي شي نهار اللي ما غاتعرفونيش غادي ندير ليكم. وداك النهار مسكينه مو ناعسه، هو ناعس حتى هو في البيت، تفاجأت ناض شداق زملها فمو باليسريه دوز عليها الجنويه. والغريب في الامر انا شكيت غيكون دوز على حتى المنشار باش حيد لها الراس ديالي، لان الراس باش تفرقي على الكناز راه صعيب شويه. وملي حيد لها الراس وداك الشيء على ما عاودت الجاره ديالها قالت لك لقاتها مجروره من البلاصه اللي ناعس فيها بشي 3 متر، يعني هو كان باغي يدي الضحيه ربما كامله. وملي المراه طلعت عاد خوك كتعيط ليه تعطل شويه، وكانت هو فاش كان كيحيد المو في الراس كان مسوره الدار. ومن جات فين تهبط تلقاته هز الراس وغادي مدردم مع الطروش كيجري، ولقات المراه مجروره ب 3 متر، يعني هو كان باغي يدي المراه ربما يفصلها يقدر يدير هذاك اي حاجه. هو يهرب، ملي هرب وداك الشيء بقاو جاو السلطات وداك الشيء. يعني والساكنه عاشت في واحد الاجواء كلشي الفزع، يا كبير يا صغير وداك الشيء. ركبت معاهم انا، فهمتي، انا بقى فيا الحال ملي داير لامو هذيك المراه راه بحال امي. قلبنا عليه شي 12 ديال الليل، كنعاودوا نرجعوا البلاصه فين ساكنين ونعاودوا نرجعوا، ما لقيناش. كنمشيو ليه المجدبه البارود البلايص الاماكن اللي كي معوه خلوي كيعيشها في الخلا والظلام وداك الشيء. شدو مع ثلاثة الليل، جا شي حاشاك شي طارو خشى راسو كيقلب، الدراري عارفينو ضربوه كتفو عيطوا للأمن جاو داو. واليوم بعد الساكنة راه بعدا كتبان لي راه مطمئنة وداك الشيء، لأنه راه مجرم راه خطير أي حاجة يقدر يدير. باقي مصدومين في الفاجعة، إنما حنا بقات فينا الأم اللي مشات مسكينة الضحية، وما هو ما بقاش فيه الصراحة. هو راه خاصو أقصى العقوبة على ديك هذيك الجريمة البشعة اللي دار لمو، خاصو أقصى العقوبة، لأن الأم ديالك واخا تكون بسط واخا تكون بسطي في حالة هستيرية ما تقتلش أمك. أمك لما لقيتي ما دير ليها بعد منها باش تقتلها لا، وهي مسكينة اش غنقول لك، راه من أطيب خلق الله كيف قلت لك، وكتقاتل العيد الكبير كتبيع الجناوة وزلالك وداك تقاتل على ولادها، تمشي تبيع الكسكروطات، كدير الميناج، كتجيبها بعرق كتافة وتعطيه، رغم ذلك هو كانت كتدور معاه تعطيه وداك الشيء. وفي الاخر ملي يعني انا كنقول راه هو مخطط للجريمه ديال القتل ديال الام ديالي، هو ما كانش انا عس وناض حسك الراس، لا، هو ديجا مخطط كيفاش يقتل، كيفاش يفصل، كيفاش، يعني هذا السفاح مجرم بمعنى الكلمه. انا خويا من هاد السكان ديال هاد المنطقه الاصليه، انا ولد هاد كنقولوا السكويره، انا زيد في هاد المنطقه،
فهمتي؟ كانت كوبانيه مدرسه اليهوديه ديال يورانا. حنا كنعيشوا هذا الاجرام من تاريخ، واش فهمتي ولا لا؟ داز مين جا دازو اجرام كبير داز هنا، وكان هذاك الاعتقال ديال الارهاب، وكان هذا السيد اللي دار هذه الجريمه بحق امه كان هو من المعتقلين. وما بعد شدان كنعرفوا حنا بزاف ديال الناس شدوا في الملف ديال الارهاب، خرجوا من براد، خرجوا مجانين، خرجوا مسطين. كيفاش غادي يستقبل بهذا المجتمع؟ كيفاش غادير لي هذا مويه؟ هو مرض في يديه، مشات عند السلطات، داتو المستشفيات طلبوا ليها اموال، ياك؟ ما صابش ما دير ليه، خدامه مسكينه وكتعطيه، السيد مرض تفروح كنقولوا حنا، ولا عنده مرض. صافي من بعد الام ديالو تحاول معاه من هنا وتهديدات وكذا وكذا، تنظرت للجريمه. وخلى هذا الحي، هو اصلا عنده جرح قديم، وزاد جد الثاني من بعد الانسان كيشوف قطع الراس الام ديالو. تخيل الام ديالك اللي هي نقولوا حياتها وعمرها وكل شيء اللي دوزاته في حياتها باش تكبر وتكون واحد الانسان، تكون واحد الراجل اللي مني تكبر مسكينه تكون في ايديك باش تعاونها وباش وتنوض دير هذا الشيء، ما كيدخلش اخويا للدماغ. وتصدمنا بزاف، هي مسكينه عانات من ولداتو هي ما كتجري معاه. وهنا كاين بزاف ديال الامهات كيعانيو مع بعض الابناء اللي كانوا هما تعتقلوا في الملف ديال الارهاب، وحنا هذا الملف ديال الارهاب اصلا كان اثر فينا، لان حنا عمرنا شفنا، كنعرفوا ناس هنا اخوه وتورطوا في الارهاب من خير خلق الله. كاع اللي بغيتي تعرف اسال السكينه. وهذا السيد راك عارف انسان كيدوز سجن وكيكون مريض ولا يكون ضعيف، راه غيبقى يخمم يخمم، تنبركوك في الدار بقيت تخمم تمرض، غتكتئب بز منك غتكتئب. وبنادم راك عارف لا ماده لا فلوس لا عوين لا خدمه لا صحه للجهل، حيط بك واحد المجتمع اللي هو ما كاينش مناش غتستافد غير الكلام والهضره والتعاويد، شي حاجه اللي غادي تلقاها ملموسه وتخدم بها ما كايناش. ورساله للسلطه بحال هاد الحالات هادو، الناس اللي كيخرجوا من السجن وكيعانيوا منهم والديهم وهادي، يديروا شي حل. وحنا راه هادشي جاني بزاف من بعد ما زارت اسفي، واحد مطرد قلبو راه هذاك مرسو بنتها بجويجه، ياك؟ واحد مقردوه في اسفي، واحد هاد الاجرام حنا كنا كنسمعوه. انا قلت لك انا هاد زيد فوق التراب، هاد شي التراب انا اللي هو ولد سكويله اصلا، انا عمامي هما اللي كانوا كيبيعوا هاد القنت، عباس مسكيني والفرفاره راه معروفين في هاد القنت. مني كانت سكويله ما فيها حتى شي واحد، فيها جوج بريركات ولا اربعه، كبرت انا في هاد القنت هاد، واش فهمتيني؟ انا كنعرف اي حاجه وقعت هنا، انا دابا ساكن بعيد من هنا. هي رساله خاص السلطات تحرك وتجري ودير الجديد، راه ماشي يكون الجديد في بعض الجهات، راه هنا احياء شعبيه متهمشه، راه كاين شباب هما كيضيعوا ما عنده ما يدير، راه كتبغي يموت هنا منه تعطيه التليفون، خاصو يمشي للبحر، خاصو يخرج، خاصو يلبس، خاصو يدير، خاصو يدير. وزائد المخدرات خاصها دير واحد الدراسه، اشنو هو اللي جابت لينا؟ يلا حنا دابا شي كيقرد في امه شي كيقرد في باه، المخدرات هذه كتوقع شي جانب تمشي عندهم يقولوا لك سير تا من بعد، سير تا تجي الدم، سير تا هذه، سير تا هذه. انا نقسم لك بيت الرحمن، ياك؟ عندي طوموبيل راهي واقفه ليه، غادي من هنا من المشروع من اناسي غادي للبركه، راك عارفوها الناس. واحد هز لي حجره ضرب لي السياره ديالي، حفظ الله جاتها في البارشوك، ما جاتش في انا ولا جات في الجاجه، ياك؟ جيت انا مع 11 ونص ديالي غادي طالع لداري، ساليت خدمتي غادي طالع لداري، كنجي للكوميسارية قال لك ساده. اي قال شنو؟ بيرمانوس. هبطت للبيرمانوس قلت لهم اودي واحد الناس راه دايرين باراج، دوز انت زيد انت اللي ما لقاوش كيفرقوا في الحديد وهذه، انا في طريق السبت ما بين 17 وعين ما بين عين حر الوضا وتيط من الليل. قالوا لي سير شوف الجندارم، لان كاين الاهمال، كاين تفرط، ما كاينش دراسه، ديروا شي لجنه الدور تراقب الناس، تعرف الناس، باش تكف علينا هاد الاجرام وتكف علينا هاد الويل اللي ولينا كنعيشوه وكنشوفوا حنا. دابا ولادنا ولينا والدينا مو خايفين منه، وولدك من غادي تبلى لك راه اخويا الله يكون في العون، الله المستعان، لا اله الا الله، الله المستعان، طلبوا من الله، الله يصوب من عنده،
رحنا عينا وتقهرنا ونطلب الله الله يفرج على الجميع. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.